السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. فاكرين الكوبرا دي يا جماعة مع بعض اللي تم حقنها من 20 يوم بسموم الحية المقرنة الزائفة؟ وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا وشايفين في الفيديو هنا، السموم أثرت عليها بشكل كبير جدا وفقدت اتزانها وفقدت أعصابها وكانت أوشكت على الموت، ولكن بعد كده بدأت إن هي تتعافى. فتعالوا مع بعض دلوقتي نشوف بعد مرور 20 يوم إيه وضع الكوبرا دي في الوقت الحالي. وادي هنا يا جماعة الكوبرا اللي تم حقنها بسم الحية المقرنة الزائفة بعد مرور تقريبا 20 يوم. وطبعا من اهم المراحل اللي بتأكد لنا ان الكوبرا بقت في مرحلة التعافي وان هي بقت كويسة هي مرحلة دخولها في تغيير الثوب. الكوبرا طبعا دخلت في تغيير ثوب، بقالها النهاردة تقريبا اسبوع وخلاص عينيها رجعت فتحت تاني، فبالتالي جه الوقت دلوقتي اللي اتغير فيه الثوب بتاعها. ولكن انا حبيت ان احنا تغيير الثوب ده نشوفه مع بعض هنا في الفيديو. فبداية هنا اول حاجة بعملها في الكوبرا ان انا عشان ابدأ اغير لها الثوب بتاعها، هي طبعا طبيعي بتغير الثوب بتاعها مع نفسها، ولكن احنا عايزين نشوف المشهد ده مع بعض. فاول حاجة بعملها انا باجي هنا في الجنب كده طبعا، لان دي اول مرحلة هي بتبدأ ان يتغير منها الثوب بتاعها، فببدأ هنا ان انا اشد الثوب من الحتة دي. وطبعا ممنوع اي حد يقلد يا جماعة، لان هنا الانياب وارد جدا ان هي تخترق اليد، يعني انسان لو مش مركز وارد جدا ان هي تخترق اليد والسم طبعا هيشتغل في الجسد. فهنا احنا بنبدأ واحدة واحدة هنا ننزع الثوب بتاعها، هي طبعا بتحك مقدمة الرأس دي هنا في اي شيء، وبعد كده بتبدأ ان هي تنزع الثوب بتاعها. فهنا دي نفس المرحلة اللي هي بتعملها مع نفسها. وزي ما حضراتكم شايفين هنا، بصوا يا جماعة الثوب بيطلع العين عليها عدسة، يعني الحية او الثعبان او اي نوع من انواع الثعابين الثوب بتاعه بيكون على كامل الجسد، على كامل الجسد، حتى العين بيبقى فيه عدسات بتتغير زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا ايه دي العدسات بتاعت العين، يعني حتى عدسات العين بتتغير مع الأفعى. فهنا بنبدأ ان احنا نرجع واحدة واحدة كده ونبدأ ان احنا نوسع، وبعد كده بمسك الحية من هنا كده او الكوبرا من هنا، وبعد كده بنبدأ ان احنا ننزع الثوب ده واحدة واحدة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا اللون الاسود واضح جدا، وهنا نشوف من ناحية تانية وهي بتنزع الثوب بتاعها. ببدأ ان انا امسك كده وابدأ ان انا انزع لها الثوب، هي طبعا بتساعد معايا برضو وهي بتنزع الثوب بتاعها، بتبدأ ان هي تتحرك معايا عشان نكمل نزع الثوب. يعني بصوا يا جماعة هي في الطبيعي ان انا لو مسكت ده هي تبدأ هنا ان هي تتحرك زي كده وتبدأ ان هي تنزع الثوب بتاعها كله مرة واحدة، فانا هنا بساعدها مش اكتر، لكن هي تقدر ان هي تعمل المرحلة دي مع نفسها. طبعا هنا خروج الثوب قطعة واحدة دليل ان صحتها كويسة ودليل ان نسبة الرطوبة عندها كويسة وان الثوب الجديد اكتمل، فبالتالي دي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة نزع الثوب. طبعا في ناس يا جماعة بيظنوا ان نهاية الذيل المدببة ديت، يعني الشوكة اللي في نهاية الذيل دي، ان هي بيكون فيها سم او ان هي بتكون بتشكل خطر او كده، ولكن الحقيقة مفيش منها اي ضرر نهائيا. يعني النهاية دي مجرد ان هي بس لو حست بخطر او حاجة ممكن ان هي والشخص ماسكها كده ان هي تحاول ان هي تغز بيها الشخص كده، ولكن هي ما تخترقش الجلد اساسا، يعني هي بتحاول ان هي تغز كده في الايد
ولكن هي ما تخترقش الجلد اساسا. ولكن هنا شايفين اللون هنا يا جماعه بعد ما غيرت الثوب بتاعها، شايفين لون الكوبرا بعد ما غيرت الثوب بتاعها وشكل العين هنا. وهنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان الثوب هنا طلع كله قطعة واحدة، الثوب كله طلع قطعة واحدة هنا من بداية الرأس زي ما حضراتكم شايفين حتى نهاية الذيل دي آخر حتة. تعالوا بقى مع بعض نشوف الكوبرا بعد ما نسيبها كده، نشوف رد فعلها وسلوكها هل اتغير ولا لسه غير متزنة زي ما كانت. هنا يا جماعة اطلقنا سراح الكوبرا، ولكن عشان نقدر نحدد هل هي متزنة ولا لا هنحاول ان احنا نمسكها بالماسك من النص ونشوف رد فعلها هيكون عامل ازاي. انا طبعا هحاول ان انا استفزها عشان ان هي تشرع هنا ونشوف رد فعلها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الكوبرا هنا ابتدت ان هي ترجع لطبيعتها زي ما كانت الاول. طبعا هو لسه في جزء بسيط من عدم الاتزان، ولكن طبعا مش زي ما كانت في البداية. يعني انتوا شفتوا المشهد اللي كان في البداية اللي وريته لحضراتكم، شوفوا يا جماعة هنا الكوبرا طبعا هنا رجعت بكامل صحتها وابتدت ان هي تهجم وابتدت ان هي تركز بنسبة 99%. فانا بحاول بس ان انا استفزها باي قماشة او باي حاجة عشان هي سريعة في الحركة وبتحاول ان هي تجيبني طبعا. ولكن هنا الحركة بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين الكوبرا رجعت طبيعية بنسبة 99% اذا ما كانش بنسبة 100%. يعني هنا الاتزان بتاعها حتى لما مسكنا هنا كده وبتحاول ان هي ترجع لورا عشان تهجم زي ما حضراتكم شايفين. دي انا حبيت بس ان انا اوريها لحضراتكم بعد ما تعافت، لان في ناس كتير بعد الفيديو الاخير برضو سألوني عليها وقالوا لي الكوبرا وضعها ايه والكوبرا دلوقتي وصلت لفين. ولكن زي ما حضراتكم شايفين انا دلوقتي هسيبها ونشوف حركتها مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين الكوبرا سريعة جدا في الحركة، وطبعا زي ما انتم شايفين طالعة لحد فوق، بس انا هنزلها طبعا عشان ما تطولش اكتر من كده. وزي ما شفنا مع بعض ان جميع السموم اللي جربناها على الكوبرا المصرية لم تؤثر فيها بشكل كبير الا سموم الحية المقرنة الزائفة، دي الوحيدة اللي اثرت على الكوبرا بشكل كبير جدا، والكوبرا احتاجت ما يقارب من 20 يوم الى التعافي بنسبة 99%. وطبعا كده فاضل مرحلة واحدة فقط والكوبرا كده تبقى تعافت 100%، وهي مرحلة الاطعام، ان الكوبرا تاكل وجبة. وباذن الله لو قدرنا ان احنا نصورها لحضراتكم هنصورها لحضراتكم باذن الله ونشوفها مع بعض. ولكن زي ما حضراتكم شايفين كده الكوبرا رجعت طبيعية جدا وعدت مرحلة الخطر، لان هي طبعا كانت وصلت لمرحلة ان هي اوشكت على الموت فيها، ولكن تفادت كل المراحل دي وقدرت ان هي تتخطى كل المراحل دي. ففي الختام اتمنى ان اكون افدت حضراتكم واتمنى دعواتكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.